مرحبا، يعطيكم العافية. أشكر تعاونكم وتجاوبكم ومتابعتكم لصفحتي وللفيديوهات اللي بنشرها دائما. اليوم راح نكمل سلسلة المعايير التخصصية للمعلم فروع التعليم المهني. المعايير التخصصية بالتقرير الأداء السنوي للمعلم. نيجي للجزء الخامس اللي هو هون، نيجي تحت الجزء الخامس باء. هلا هون راح تكتب فروع التعليم المهني. شو المادة بدرسه؟ اكتب فروع التعليم المهني. لاحظ هون من 16 هاي المعايير التخصصية 10 علامات. من 16 إلى 25 هذه المعايير أنا طابع لكم إياها وجاهزة. هذه المعايير حصلت عليها من قسم الإشراف بالوزارة. واضحة النقاط، مختصرة، أنا طابع لك إياها طباعة، اللي بحب ينسخ عنها يطبعها هذا إشي بعود إليك باتفاق بينك بين مدير المدرسة أو المديرة. هذه نقاط مهمة بالنسبة للعمود هذا والعمود هذا. هذه مرحلة المراجعة الدورية الأولى، مرحلة المراجعة الدورية الثانية. أنا طابع هون كتابات كثيرة، بإمكانك أنت تكتب كلمة واحدة، مثلا تيجي هون تحضير الأجهزة والمعدات والأدوات والمواد الأولية اللازمة لتنفيذ التمرين. أنا شارح هون يحضر الأجهزة والمعدات، خلص كلمة واحدة يحضرها. تحت يركز عليها، هنا ينفذها، هنا دقة ممتازة يستثمرها. مهم كلمة واحدة، احنا بهمنا كلمة واحدة. هلا أنا راح أخليك تشوف النقاط بشكل واضح، النقاط العشرة أقربكم إياها عشان اللي بحب يقراها أو يثبت الكاميرا الشاشة حتى ينسخ هاي النقاط. ما تغير عليها النقاط هاي نهائيا، اطبعها واكتبها كاملة، تستثنيش إشي ولا أي نقطة. هذه المعايير التخصصية اللي بتخصك أنت عشان مدير المدرسة والمشرف يحط لك العلامة. الجميع اللي بيحب يكمل ويتابع معي كل ما يخص بالتقارير السنوية من معايير تخصصية والتحديثات للتقارير السنوي وكيفية تعبئة أداء التقرير السنوي، عندي صفحة اسمها المعلم، بإمكانك أنك تتابعها حتى يوصلك كل إشي بتعلق بالتقارير. وكل قدام شوي راح أنا بعد ما أخلص من فيديوهات التقارير السنوية للمعلم راح أبلش أعرض تقارير سنوية للإدارية من مدير مدرسة ومساعد ومن مكتب وغيرهم. هذه صفحتي، اللي بحب يعرف شو اسم الصفحة والشعار تاعها هذه. أشكر الجميع لتعاونكم وتجاوبكم ومتابعة الفيديو.